يعني بعد ما اقول الجمله دي رجعنا لحضراتكم من عايزه اقول جديد بفقره المذيع الصغير. النهارده معانا فقره خاصه عن بعثه المصريه وانجازاتها في برلين. حققوا 49 ميداليه ما بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه، اولمبيات الخاصه، عاملين انجازات حلوه قوي قوي قوي. واحنا بنتفرج دلوقتي حتى على البروفايل، واحد حاسس بفخر قوي كده باولاد مصر اللي رافعين علم بلدنا. يعني انا فخوره جدا. تعالوا الاول نرحب بيديو ضيوفي الكرام، الكابتن عمرو محي الدين الطحاوي نائب رئيس بعثه الاولمبيات الخاص المصري. صباح الفل. صباح النور يا فندم. نرحب ببطلتنا بقى النهارده معانا نيره وحيد لاعبه منتخب الجمباز بالاولمبيات الخاص المصري. صباح الفل. صباح النور. نرحب بقى بالكابتن محمود البهواشي لاعب منتخب الالعاب القوه بالاولمبيات الخاص المصري. صباح الفل. صباح النور. اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير. انا سعيده بيكم جدا ومبروك جدا، والنهارده كنا حريصين ان انتم يعني تكونوا ضيوف للمذيع الصغير علشان ولادنا الصغيرين يوصل لهم انجازاتكم. فسيبوني بس الاول يعني نتعرف على زميلتي اللي هتشاركني النهارده في تقديم الفقره، زينه اشرف، ونرجع بقى نعرف انجازات البعثه المصريه. طيب تعالي يا زينه، هنتعرف عليها دلوقتي بشكل مباشر. تعرفنا زينه عن نفسها. صباح الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 12. 12. وسعيده ان هي اللي اختارت معايا الموضوع ده بصراحه، يعني مع الدكتور باسم التهامي. هي اللي قالت لي انا عايزه اتكلم عن الاولمبيات الخاص وعايزه اتكلم. ليه يا زينه الاول؟ عشان انا بحب الرياضه اكتر عامه، فدي حاجه حلوه جدا ان هما ما شاء الله معاهم ميداليات حلوه، ونعرف اكتر عن الرياضات اللي مصر حققتها. يلا بينا ننطلق. ننطلق. معاكي الكاميرا يا زينه. صباح الخير على حضراتكم، واهلا بكم في فقره جديده من المذيع الصغير. ان شاء الله هيكون معاكم النهارده زينه اشرف في فقره المذيع الصغير، وانا مبسوطه جدا وفرحانه اني على شاشه دي ام سي، وحابه كمان اشكر زميلتي داليا ان هي ادتني الفرصه الجميله دي. حبيبتي في البدايه حابين نعرف ان ده موضوع حلو جدا ومهم جدا ومفيد لبلدنا، وهم حققوا انجاز حلو جدا واخدوا 49 ميداليه، منهم 17 ميداليه ذهبيه و13 فضيه و19 برونزيه، وكل ده في دوره الالعاب العالميه الصيفيه للمنتخب الخاص في مدينه برلين الالمانيه. وعشان كده حبينا ان احنا نستضيف كابتن عمرو محي الدين. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه حابين نعرف ايه هي البطولات اللي حققتوها وكم دوله شاركت في البطولات دي. احنا الاولمبيات الخاص طبعا هو على مستوى العالم من اقوى واهم البرامج اللي موجوده على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بالنسبه على المستوى العالمي احنا الحمد لله بنشارك في البطولات العالميه سواء صيفيه او شتويه، اقليميه صيفيه او شتويه. مشاركتنا في المنافسات دي بتكون مشاركه قويه ومن اكبر البعثات على مستوى العالم من حيث التعداد. وفي نفس الوقت احنا الحمد لله كنا مشاركين ب 15 رياضه، من ضمنهم طبعا العاب القوه والجمباز. الحمد لله ابطالنا عندهم ثقه في نفسهم كويسه، وعارفين كويس قوي ان هم ابطال مصريين رايحين يجيبوا ميداليات لمصر، ولازم يرفعوا اسم مصر بره. هايل. فدي نقطه يعني ارجو ان الساده المشاهدين توصل لهم ان ابطالنا بيتحملوا المسؤوليه لما بيسند اليهم بعد ما تم الاختيارات للمنتخبات. ابطالنا تحملوا مسؤوليه وكانوا قد المسؤوليه، وفعلا احنا جايبين 88 مركز متقدم منهم 49 ميداليه. لكن المراكز المتقدمه دي لحد الثامن احنا ما بين الرابع والخامس 88 مركز. اوكي. احنا قوام البعثه كان 109، فكون ان احنا نجيب عدد المراكز دي وعدد يعني 88 مركز من 109 من 109 مدرب ولاعب. اوكي. ده قوام البعثه كلها. احنا ابطالنا الحمد لله تفوقوا جامد، وكان في رياضات كتير قوي ليها
تأثير على الأولمبياد الخاص الألماني اللي هو المستضيف البطولة، من ضمنها ألعاب الجمباز، كان في حالة انبهار والله بين ازاي المصريين والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي، ازاي احنا اللي منهم نيرة. نيرة طبعا. طب تحكي نيرة بقى، احكي لنا يا نيرة عن استعداداتك. لا وانا هناك ألمانيا في أول مرة أروح ألمانيا، أول مرة أنا خايف، من أنا رحت جوه ما حسيتش بالدنيا، خلاص دخلت في مود الحماس واللعبه وقررت بقى نفسي. قلت بقى عشان ايه؟ عشان اجيب الاول افرح بلدي، ما كانش فرح ماما. يا قلبي، انت بدات الجمباز وانت عندك كام سنه؟ يعني من حوالي 4 سنين او 3 سنين. بدات صغيره، لان هي رياضيه عامه بصفه عامه، هي بتلعب العاب قوه وبتلعب باسكت وبتلعب باسكت برضو، علشان زينة بتلعب باسكت وبطلة في البطلات الباسكت، هنعرف تجربتها. طب محمود قول لي بقى، كانت ايه استعداداتك واحساسك لما خدت بطولة؟ لا كان احساسي بالحماس طبعا، احنا استعدينا من بداية السنة. ويعني كنا كل 3 تمرينات في الاسبوع في المركز الاولمبي، وكمان كنا بننزل تمرين في رمضان. واو، ده كله لاجل البطوله يعني، والحمد لله ان حققنا ارقام كويسه. واحساسك ايه لما رفعته علم مصر بصراحه؟ كان احساس بالفخر بصراحه جدا، كنت مبسوط لدرجه ان انا مش عارف، انا حققت بطوله يا حبيبي. محمود التقرير اللي كان معروض دوت كان جايب الايفنت بتاعه، لا عامل سبق في ال 100 متر جري، في الجري، لا حاجه نموذج، وعامل فينش جامد، واللي بان في الفيديو، وكمان هو في الوثب الطويل يعني كان ارقامه عاليه جدا، المنافسه كانت على مستوى العالي. لا احنا ننزل لهم بقى خارجي نعرف تفاصيلهم. طب حابين نعرف كمان احنا المركز الكام على مستوى البطولات دي؟ بصي، هو الاولمبياد الخاص ملوش ترتيب دول، يعني ملوش مثلا مين الدوله الاولى ومين الدوله الثانيه، لان الاولمبياد الخاص ليه طابع مختلف شويه. احنا الاولمبيك على مستوى العالم كله، في الاولمبياد بتاعه الاصحاء، وفي البارالمبيك بتاعه الاعاقات، اللي هو ذوي الهمم، بس الايه كامله كلها، اللي هي الاعاقات كلها شامله كلها، والسبيشال اولمبيكس ده اللي هو الاعاقات الذهنيه بس، او ذوي الهمم من الاعاقه الذهنيه. فالرول بتاعت او قانون الاولمبياد الخاص ان مفيش حاجه اسمها دوله اولى ودوله ثانيه، لا بس ده كويس على فكره، علشان بيدي مفيش انتماءات سياسيه، مفيش انتماءات دينيه، يعني مفيش اي توجهات، دي كلها لاجل الفكره والرساله الاصليه ان ابطالنا يمارسوا الرياضه، الهدف منها اللي هو اتجاه صحي يعود على اللاعب. ممارسة الرياضة مش للمنافسة فقط، لا هي أساسها لممارسة الرياضة نفسها، وتديهم ثقة في نفسهم أكتر طبعا، وتفاعل. هم أبطالنا لما بيمارسوا الرياضة بيحققوا نتائج، بيحس إن في تفاعل طبعا مع الآخرين، التفاعل بتاعه كويس، بيعمل تعديل سلوكه، وتعديل حسي، وتعديل يعني تعديل في حاجات كتير قوي صحي بالنسبة له، وبيدخله في دمج في المجتمع جامد جدا. طب حابين نعرف اكتر عن الاولمبيات الخاص المصري. الاولمبيات الخاص المصري هو بينتمي لمؤسسه يونيفاي ايجيبت، ده برنامج من ضمن برامج على مستوى العالم، في كل دوله فيها اولمبيات خاص الدوله، زي ما احنا كنا في المانيا. يعني المشاركه ازاي فيها؟ المشاركه في مشاركات مباشره، وفي مشاركات عن طريق الهيئات نفسها. احنا كل اللاعبين دي مسجلين في أندية ومراكز شباب وجمعيات ومؤسسات، الهيئة نفسها بتسجل عندنا، بتسجل اللاعبين والبيانات بتاعتهم بتبقى عندنا. احنا لما عندنا بطولة فبنبلغ الهيئات دي بنشرة كاملة بتفاصيل البطولة ومؤدية لإيه، لأن احنا طبعا عشان أوصل لمشاركة في بطولة عالم فأنا عندي خطوات استباقية، أنا بعمل بطولات داخلية على مستوى المحافظات اللي هي بطولات الفرع
اللي هي مسابقات عشان تأهلهم للعالم او للعالم. بيتم اختيار اللاعبين واللي هتشارك معانا في الالعاب الوطنيه. الالعاب الوطنيه دي اللي هي بطوله الجمهوريه. دي اللي بيتم اختيار المنتخبات فيها. والاولمبياد الخاص عكس اي مؤسسه تانية بتأدي خدمات رياضيه. الاولمبياد الخاص عنده التقسيم القدره النهارده. تقسيم الايه يا فندم؟ القدره. 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 يعني كل لاعبين نفس السن نفس النوع. تمام. مش كلهم يخشوا مع بعض كده، انا ممكن اعمل احباط للاعب. لا، كل اللي قدراتهم متساويه مع بعض يتنافسوا مع بعض. اوكي، يعني في تاهيل نفسي بالظبط. يبقى دايما في حافز ان هو يتدرب. أوكي. دايما في حافز ان هو عايز يكمل. فالمسابقه دي فيلاقي اقرانه شبه بعض في بالزبط. القدرات. يعني حضرتك تشوفي النهائي. طب. هتلاقي النهائي نهائيات بتبقى دايما يعني حاجات فروقات بسيطه، فدايما الاصرار عندهم بيبقى اعلى. ما انا عايز اسال بقى محمود، انت قابلت ناس يا محمود بقى من جنسيات مختلفه. طبعا. اتعاملت ازاي بشكل مختلف؟ كنت انت حاسس ان انت سفير مصر ازاي؟ لا، انا بصراحه يعني قابلت ناس من يعني اللي جاب تاني ده من بلجيكا. لكل التحيه طبعا. في اول ما بدات السباق كنت عارف ان ده هيبقى المنافس الوحيد بتاعي. ليه بقى؟ هو انا يعني انا لعب معاه قبل كده. استشعرت. لعبوا معاه قبل كده وعرفت بقى ان ده هيبقى المنافس الوحيد. فانا بدات على الستارت بصراحه، انا كنت خايف جدا بقى. فبناخد وضعيه الاستعداد، قمه التوتر، يعني مش قادر خلاص. بس برافو انك سيطرت. اول ما سمعت الانطلاق خلاص بقى كل حاجه اتمسحت من دماغي. في جمهور بيشجع، انا مش سامع اي حاجه خالص. حطت الهدف قصاد عيني، مركز في السباق بس. يا حبيبي. خدت اول 100 متر، كنت انا ماشي اول وهو كان جنبي بفرق بسيط. فاضل 100 متر كمان، هو سبقني يعني بحاجه بسيطه في ال 50 اللي قبل ال 50 الاخيره، وانا فنشت قبله. يعني انا فضلت شد، انا قلت انا خلاص. ايه اللي جه في دماغك في لحظتها؟ انا قلت انا كده خلاص جات لك مركز ثاني. بوش. ازاي انا ماشي اول؟ مش عاجبه المركز الثاني، يعني بصي اللي هو لا انا هاخد مركز ثاني، انا عاوز اول. طب نيره قولي لي، فيش موقف من مواقف في ذكرياتك كده حسيتي فيها انه انا لا انا بنت مصر؟ لا انا بنت مصر، بس انا براجل في البطوله انا هعملها. انا هجيب الاول، بس في الهدف انا فعلا جمباز لازم اجيب الاول. اوكي، وكان ايه بقى اللي كان قصاد عينك وقتها؟ قصاد عيني ان انا بتمرن. فعايزه تحققي نتيجه التمرين. بتفتكر التمرينات بتاعتها. فبتطبق تعليمات الكابتن بتاعها. اوكي. ايه هو هل في يعني قوانين او بروتوكول للاولمبيات الخاص؟ ايوه. الاولمبيات الخاص هو سياسته او هدفه الاساسي اللي هو تعديل سلوكيات الفرد اللي عنده اعاقه ذهنيه من خلال الرياضه. فبناء عن كده حطوا حاجات كتير قوي علشان توصل للرياضه. فاحنا الاولمبياد الخاص بيقدم خدمات صحيه، اكتشاف صحه الولاد، يعني في البعثه في ولاد كتير تعمل لهم كشف صحي هناك. اللي كان محتاج سماعه او يبدل السماعه عملنا له تبديل ليها. النضاره اتعمل كشف جديد، الكلام ده كله. في نفس الوقت احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه، الاولمبياد الخاص القانون بتاعه اللي هو تقسيم القدره وتقسيم النوع وتقسيم السن. الجزء ده هو تاهيل النفسي بقى. ده بيدي، ما هو ده اللي بيحافظ على، انت عارف حضرتك النهارده اللي نقول بطولات الاصحاء، البقاء للافضل والاقوى. لو هنقول مسابقه زي بتاعه محمود هيكون فيها تعداد كبير قوي من الرياضيين، بس هيكون النهائي بتاعه كام؟ 8 بس. والباقي خلاص. فانا تخيلي بقى حضرتك كل ما اجي انزل معاكي حضرتك بتكسبيني بفرق ايجابي. خلاص انا مش هتدرب. نيجي تعالى يلا بطل عشان تتدرب. لا انا مش عايز اتدرب، ما انا كل مره بنزل معاكم انتوا الاثنين بتكسبوني. لكن لما يكون في منافسه فاحنا بننزل احنا عارفين ان احنا قريبين من بعض. هو لما محمود لسه قايل دلوقتي لما كان لقى نفسه التاني، لا انا تاني ايه، انا ما ينفعش ابقى التاني. حرص على نفسه جامد علشان. طب لو كان الفرق كبير كان هيبقى فيه احباط. اوكي. ده بقى السلوك والنفسي اللي جاي. ايه طيب يا كابتن؟ اللي جاي ايه؟ اللي بتستعدوا له؟ احنا بنستعد للمشاركه في العاب عالميه شتويه. خلصت الصيفيه في ايطاليا؟ اجي معاكم بقى؟
لا اجي معاكم واغطي على الهواء. يا ريت. اه اجي معاكم بالحماس ده. الالعاب العالميه الشتويه دي طبعا دي الرياضات كلها على الجليد. وطبعا ازاي مصر هتشارك برضو من ضمن الحاجات اللي بينبهروا بيها البرامج بره او الاولمبيات الخاصه بجميع الدول. مش ازاي مصر بتشارك في الالعاب العالميه الشتويه. احنا الحمد لله في كل بطوله برضو بنسافر في الالعاب الشتويه وبنكسب وبنجيب ميداليات كتيره. اهي قدامنا اهي. بصوا يا جماعه جايبين جزء منها اهو على الترابيزه، ميداليات الولاد اللي معانا ما شاء الله عليكم. من ضمنها طبعا الجري على الجليد ده. مش عايز اقول لحضرتك كانوا بيستنوا البعثه المصريه او الفريق المصري وهو داخل التدريب، واقفين مستنيين يتفرجوا عليه هو ازاي مصر ما عندهاش جليد وازاي الدورم هيلعبوا. هو ده المصري بقى طبعا معروف بقوته يا زينه. احنا استبدلنا الجليد بالرمال. الرمال بتاعت الهرم فعلا، منطقه الهرم ومنطقه اسكندريه، شط اسكندريه. اللاعبين بتوعنا اللي من القاهره ومن اسكندريه بيتدربوا، كانوا بيتدربوا على الرمال دي، فلما جينا نروح الجليد بقينا متفوقين عليهم كمان. ده ممكن تكون الرمال اصعب اقوى شويه. ايوه. فلما دخلنا معاه في المنافسه بالنسبه لكم سهله. فطبعا ده بقى برضه حضرتك لسه من شويه بنتكلم في المصري والتحديات. بتعدوا التحديات والاسباب. انا بحييكم جدا وبشكر حضرتك على المجهود اللي حضرتك عامله، كل فريق البعثه، وطبعا دكتور باسم التهامي. دكتور باسم التهامي رئيس البعثه كان موجود معانا سواء في سفر خاص. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وان شاء الله يعني نكون مع حضراتكم بقى اول باول في البطولات. هاجي معاكم وحضرتك. يعني احنا في انتظارك. هاجي معاكم وانا وزينه. تيجي تغطي معانا في البطوله اللي جايه؟ تاخديني معاكي يا نيره؟ ماشي. اوكي خلاص، انا خدت البرميشن اهو. بشكر حضرتك طبعا كابتن عمرو، وبشكر طبعا نيره، وبشكر محمود. وانا سعيده كنت بيكي جدا جدا يا زينه. زينه من بنوتات الحلوين الامارات، فخوره بيكي جدا، فخوره بفكرتك. وعايزه تقولي ايه بقى في النهايه الختام معاكي؟ بشكر حضرتك جدا دكتور على المعلومات الجميله، وان حضرتك افدتنا بمعلوماتك الجميله دي. حابه كمان اشكرك يا داليا على الفرصه الجميله دي. اشكرك جدا. تعالوا بقى ننتظر بعد الفاصل ودون جوان السينما المصرية رشدي أباظة.